زيادة مقابلة مهمة باش تخلينا نحافظوا كيميز الدوري القادم إن شاء الله، ونكونوا عارفين كيميز إن شاء الله مقابلة كيميز. الواحد فرحان بلاش تقول دي مون، لكن مع الساق وصلنا لمرحلة نعرفوا الواحد لازم ما يفرحش أكثر من لازم باش ما يضيعش تركيز. نحكي بس في الجروب وسنسى بالإسبرانس كل ماتش وماتشو، وديما معنا كل نهار ماتش ولازم نكون مركز على النقاط اللي جاي. ولازم نكون مركزين والكوتش اللي تحكي معنا والصف تاعنا كل باش نحضر ان شاء الله ماتش كيما يلزم وان شاء الله نكون معنا نقوم بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. بدي بصحة من جمهورنا سيرتو كتير عمتيانا، لكن إن شاء الله متأثرش علينا وخلينا معنا ملاكسين إن شاء الله في المقابل.